ولكن في النهاية بيحكي الكاتب هاي الجملة اللي بحب انك تسمعها عزيزي المشاهد، بانه السبب الحقيقي لموت يسوع على الصليب هو الصليب، صليب يسوع. شو هي أهمية الصليب؟ وشو هو سبب موت المسيح على الصليب؟ ليش الصليب هو الرمز العالمي للإيمان المسيحي؟ ليش مش سرير طفل أو مذود مثلا؟ ليش هو صليب مروع؟ وشو هو الموقف الإنساني الصحيح تجاه الصليب؟ أسئلة بلا شك يمكن خطرت على بال أي شخص في هذا العالم، بغض النظر حتى عن خلفيته الدينية أو الأيديولوجية. كتاب اليوم هو بعنوان صليب المسيح، كتاب يجيب بالتفصيل عن الأسئلة اللي ذكرتها وعلى العديد من الأسئلة الثانية والمتعلقة بموضوع الصليب. كاتب هذا الكتاب هو جون ستوت. جون ستوت هو عالم لاهوت إنجليزي اشتهر بصفته واحد من قادة الحركة الإنجيلية في جميع أنحاء العالم. ستوت عنده عدة مؤلفات مسيحية كلاسيكية بتعتبر من أهم المراجع لأي شخص مسيحي أو حتى غير مسيحي بيرغب بالتعرف على قواعد وأساسيات الحياة المسيحية. ومن الجدير بذكره أيضاً أنه في عام 2005 صنفت مجلة التايم ستوت بأنه بين أكثر 100 شخص تأثيراً في العالم. طيب خلينا نرجع للكتاب، والكاتب بدون أي مقدمات بيبدأ الكتاب بتقسيم الدراسة حول صليب المسيح لأربع أجزاء رئيسية راح أمر عليهم سريعا. الجزء الأول هو بعنوان الاقتراب من الصليب، وفي هذا الجزء بيتكلم ستوت عن مركزية الصليب، وبيبدأ بتوضيح تاريخية استخدام المسيحيين لرمز الصليب. فالمسيحيين كما ذكرت كان ممكن إنهم يختاروا المذود اللي وضع في يسوع كطفل صغير، أو القارب اللي علم منه عدد كبير من أتباعه مثلا، أو الحجر اللي تحرك عن القبر لما قام من بين الأموات. ولكن من وقت مبكر جدا كان رمز المسيحي المميز هو الأداة اللي عانى منها المسيح أقصى طريقة إعدام وجدت في أي وقت مضى، واللي هي الصليب. وبيتساءل ستوت لماذا مات المسيح؟ هل بسبب تورط الجنود الرومان اللي يعني صعب نلومهم لمجرد اتباعهم الأوامر، أو بسبب بيلاطس البنطي اللي عرف أنه يسوع كان بريء ولكنه أمر بقتله على أي حال حتى يرضي اليهود، ولا يهوذا الإسخريوطي اللي قام بتسليم يسوع للكهنة، وأسباب أخرى كثيرة بيطرحها الكاتب للنقاش. ولكن في النهاية بيحكي الكاتب هاي الجملة اللي بحب أنك تسمعها عزيزي المشاهد، بأنه السبب الحقيقي لموت يسوع على الصليب هو أني أنا وأنت فعلنا ذلك، لقد أرسلته خطايانا هناك إلى الجلجثة وقبل هو ذلك، حبه أخذه هناك. اللي أرسل المسيح للصليب في نهاية المطاف هو مش طمع يهوذا ولا حسد الكهنة ولا جبن بيلاطس المتردد، بل هو طمعنا وحسدنا وجبننا وخطايانا أنا وأنت. وهي هي الحقيقة الأولى اللي بتتعلق بمركزية الصليب واللي بيذكرها الكاتب. الحقيقة الثانية هي أنه لابد أنه تكون محبة الله عظيمة لدرجة لا يمكن تصورها. فالله كان بوسعه أنه يتركنا لحتى نواجه مصيرنا، كان بوسعه أنه يتركنا لحالنا نحصد جزاء أفعالنا الشريرة ونهلك في خطايانا، فهذا اللي كنت أنا وإنت بنستحقه، ولكنه ما عمل هيك. هو أحبنا وترك أعلى سماه ليخلصنا، وذهب إلى الجلجثة حيث حمل خطايانا هناك. والأمر الثالث عزيزي المشاهد والمتعلق بمركزية الصليب هو الخلاص، خلاص المسيح، واللي هو هبة مجانية. فالمسيح دفع لأجلنا ثمن غالي جدا، دفع دمه اللي بيمثل حياته. بالفعل يعني هاي أكثر من مجرد محبة، واسمها الصحيح بحسب الكتاب المقدس هي النعمة، اللي هي المحبة ولكن لمن لا يستحقها.
هل بتستطيع عزيزي المشاهد إنك تضل غير متأثر بمثل هذا المستوى من المحبة؟ إنه يضع أحد نفسه إنه يموت من أجل من أحب؟ بناءً على اللي حكيناه وبالتحديد موضوع مركزية الصليب واللي مثل ما ذكرت بتمحور حول ثلاث أمور أساسية، هي إنه خطايانا هي سبب موت المسيح، والأمر الثاني إنه محبة المسيح إلنا هي محبة غير مشروطة وغير محدودة، والأمر الثالث هو إنه المسيح قدم الخلاص للبشرية على الصليب. ومن هاي الأمور بينطلق الكاتب جون ستوت للجزء الثاني من هذا الكتاب واللي هو بعنوان قلب الصليب. وبيفترض الكاتب إنه هناك لابد إنه يكون في اعتراض على فكرة إنه يسوع كان لازم إنه يموت من أجل خطايانا. وبيأكد الكاتب بأنه السبب الحقيقي خلف طرح الناس لمثل هيك سؤال هو إنهم ما فهموا بشكل صحيح ماهية قلب الصليب، وهذا طبعاً بسبب طبيعة القلب البشري المتكبر. فإحنا بنضل مصرين دايماً على دفع تعويض عن خطايانا، وما بنستطيع نتحمل الإذلال اللي بيرافق إقرارنا بالإفلاس وسماحنا لشخص آخر بأنه يدفع عنا. أما فكرة إنه الله هو نفسه هذا الشخص اللي دفع، فهي أكبر بكتير من إنه نتحملها. فبنفضل إنه نهلك على إنه نتوب، وبنفضل إنه نخسر نفوسنا على إنه نقبل ونتواضع. وحتى يأسس الكاتب فهم صحيح لهذا الموضوع، بيوضح جون ستوت مفهوم الخطية، وبيأكد إنه خطورتها تكمن مش في نتائج أفعالها فقط، بل لأنها في ذاتها هي كسر لقانون الله، وبالتالي هي تعبير واضح وصريح عن التمرد العدائي ضد الله نفسه، وبأنه الإنسان يعني أنا وإنت مسؤولين بشكل أساسي عن قراراتنا بالتمرد على الله. عشان هيك أصبح الإنسان خاطئاً أمام الله القدوس اللي لا يحتمل الخطية. وبأكد الكاتب أيضاً أنه يسوع بموته على الصليب ما كان عم يدفع فدية للشيطان، وهو ما كان ملتزم بتقديم هيك تضحية حتى يرضي الناموس أو حتى يدعم سمعته من جهة العدالة والحق، ولكن الله بهذا العمل كان يرضي نفسه، كان يتسق مع ذاته ومع صفاته من خلال التكفير عن خطايانا على الصليب، لأنه كان رح يتعارض مع شخصيته إذا تسامح مع الشر والظلم. فالله محبة، وهو بيكره الخطية اللي بتمنع استمرار الحب، وبالتالي كان لازم يسكب كل غضبه على الخطية اللي كانت تحجز بيننا وبين الله، بين المحب والمحبوب. وحتى ينقذنا من الموت اللي بنستحقه مقابل تمردنا، صب الله كل غضبه على يسوع بدلاً عنا. والسؤال الآن، طيب كيف حقق موت يسوع على الصليب خلاص للخطاة؟ بجاوب الكاتب على هذا السؤال من خلال الجزء الثالث من الكتاب واللي هو بعنوان إنجاز الصليب. فمن خلال هذا الجزء بيوضح جون ستوت إنه عملية الخلاص تمت من خلال 4 مراحل أساسية، وهي أولاً الكفارة بمعنى الابتعاد عن غضب الله. 2. الفداء بمعنى دفع الفدية المطلوبة لتحريرنا من الخطية. والأمر الثالث هو التبرير واللي بيجعلنا بريئين في نظر الله والقانون الإلهي. وأخيراً المصالحة من خلال إزالة الحواجز اللي كانت تمنعنا من التمتع بعلاقة حب مع الله. وهاي المراحل كلها، الكفارة والفداء والتبرير والمصالحة، تمت على الصليب. هذا الصليب اللي بيوصف الكاتب بهذا الجزء بأنه قصة حب عجيبة. الصليب بيعلن صراحة شو هو الحب، وهو أنه المحب يقدم حياته للمحبوب. وبما أنه الحب الأكبر بيكون لما يدفع في المحبوب أغلى ثمن، ولما يكون المحبوب غير مستحق، فبالتالي أعظم حب في الوجود قد تجلى على الصليب، لأنه يسوع مات لحتى ينقذ اللي تمردوا عليه. كان حبه عظيما إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. استكمالا لموضوع إنجاز الصليب، بينظر الكاتب جون ستوت وبالتحديد في الفصل 9 من هذا الكتاب، كتاب صليب المسيح، بينظر للصليب باعتباره انتصار على الشر وعلى الشرير، وبيوضح إنه هذا الانتصار بيظهر في 5 مراحل رح أذكرها بعد لحظة.
ففي سفر التكوين الإصحاح الثالث وبالتحديد بعد واقعة السقوط بيحكي الله مخاطبا الحية الشيطان: وأضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وهناك تم التنبؤ لأول مرة عن هذا الانتصار، والمرحلة الأولى لهذا الانتصار بدأت مع بداية خدمة يسوع وانتصاره في التجربة على الجبل، والمرحلة الثانية تم تحقيق الانتصار عند الصليب، وتم تأكيد هذا الانتصار في المرحلة الثالثة لما قام يسوع من بين الأموات، وامتد الانتصار أكثر في المرحلة الرابعة مع توسع الكنيسة وانتشارها وزيادة تأثيرها. وأخيراً المرحلة الخامسة نتطلع إلى الانتصار اللي رح يتم عند عودة المسيح ثانية. في الجزء الأخير من هذا الكتاب بيشرح الكاتب كيف بينتشر تأثير الصليب من ذلك المركز نحو الخارج، إلى يعني أن يعم الإيمان المسيحي وتعم الحياة المسيحية بأكملها. وبيضع الكاتب الجزء الرابع والأخير تحت عنوان العيش تحت الصليب، وبركز ستوت بشكل خاص في هذا الجزء على الاحتفال بعيد القربان المقدس والمعروف أيضا باسم كسر الخبز أو عشاء الرب، بركز عليه كاحتفال بتضحية المسيح الكاملة إلنا. فنتيجة للصليب إلنا اليوم علاقة جديدة بالله، وبتتميز هاي العلاقة بالجرأة وبالحرية بالحب وبالفرح، ولما تلتقي الكنيسة فهي بتحتفل بهاي العلاقة الجديدة. بيأكد الكاتب أيضا في هذا الجزء أنه في الصليب إحنا مدعوين لإنكار الذات، يعني أنه نعتبر نفوسنا أموات عن الخطية، وأنه نميت رغباتنا القديمة، وأنه نضحي بأي جانب من جوانب حياتنا المادية من أجل ملكوت الله. ولكن إحنا مدعوين أيضا في الصليب لتأكيد الذات، فيسوع علم بأنه جميع البشر إلهم قيمة عالية، وهذا كان واضح في موقفه من الناس وفي علاقته معهم مهما كانت ظروفهم أو حالتهم، وفي النهاية اعتبرنا مستحقين أنه يموت هو لأجلنا. أخيراً عزيزي المشاهد، بيختم الكاتب هذا الكتاب بمسح شامل لرسالة بولس الرسول لأهل غلاطية، حتى يلخص موضوع العيش تحت الصليب في كل مجال من مجالات الحياة المسيحية، وبيحكي أنه الصليب هو وسيلة تقديسنا. فإحنا صلبنا مع المسيح، وصلبنا طبيعتنا الساقطة أيضا، وصلب العالم إلنا زي ما صلبنا إحنا للعالم. وهيك فالصليب يعني أكثر من صلب يسوع، فهو بيتضمن صلبنا وصلب أجسادنا وصلب العالم. أيضا الصليب هو موضوع شهادتنا، والأمر الأخير إنه الصليب هو موضوع افتخارنا. صديقي، الصليب هو الحل الوحيد لمشكلة البشرية، فبدون الصليب رح يضل الإنسان بعيد عن هاي العلاقة الحقيقية مع الله واللي هي أساس الإنسانية. فالله خلقنا وصممنا حتى نكون قادرين على التمتع بهاي العلاقة، ولكن بسبب تمردنا وخطيتنا كان لابد إنه الله القدوس يدفع ثمن استرداد إنسانيتنا المفقودة على عود الصليب. بشجعكم لقراءة هذا الكتاب صليب المسيح، اللي هو مليء بالمعلومات والأفكار الهامة عن الصليب وعن أهمية هذا الحدث التاريخي اللي غير العالم.